بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ المرة دي نعمل إيه؟ هنعمل الموديل. في موديل طبعا بنسميه كده للتقسيم، محتاجين تفسير بس، تفسير وتفصيل بس. أنا دلوقتي عملت فولدر كده باكج اسمها موديل، وهعمل تاني حاجة كوتلين فايل عبارة عن كلاس كوتلين وهسميه برودكت، اللي هو يبقى فيه الموديل. الموديل ده عبارة عن إيه يا شباب؟ الموديل ببساطة الداتا، شكل الديسكريبشن بتاع الداتا. فانا هعمله داتا كلاس عاديه جدا. طبعا هم الداتا اللي عندي اي دي ونيم وكاتيجوري والديسكريبشن وبرايس، مش غيره. فهم دول هعرفهم جوه الموديل بتاع الايه، بتاع الاندرويد، عشان يبقى الكوتلين او الاندرويد عارفه وفاهمه ان هم دول المكونات بتاعت البرودكت، اقدر اتعامل معاه ويبقى فاهم. فجوه البرودكت بتقول له في عندك فال اي دي وده سترنج، تمام، وعندك كمان فال اي نيم، عندك النيم او فال نيم و او var عشان ممكن اغير واجيبه واحطه تاني، مش مشكله. var نيم، والنيم ده برضه سترنج، تمام، كريس سايب. وبعد كده عندي الكاتيجوري var كاتيجوري ودي سترنج، وبعد كده عندي الديسكريبشن وده برضه سترنج ديسكريبشن. string وعندي اخيرا price ده var، واخيرا ايه كوما price var price، بس price هيبقى دبل رقم فيه كسر. تمام، ماشي. ده كده اهو انا عملت الموديل. وعم هدوك جزء تلاحظ كلمه باكج كوم دوت سبورت دوت برودكت ادمن اب دوت مودلز. هعمل بقى نفس الفكره، كليك منه نيو وهقول له باكج جديده هسميها الفيو موديل. حته الفيو موديل الفرق ما بينها، طبعا خلينا نقول لك الفيو مودلز ان هي بتتعامل ما بين الفيو وما بين الموديل، يعني مؤقتا لغايه لما ليها فيها شرح. فاخش جواها واقوم عامل ايه كوتلين فايل برضو، واقول له انا والله عايز اعمل مثلا الكلاس كده عادي. كلاس ده انا هدي له اسم مثلا هسميه برودكتس ليست، مسؤول طبعا عن ان هو يجيب الداتا من الموديل ويركبها في الليست، يعني يكون الفيو بتاعي. فسميت الكلاس برودكت ليست، مع ان المفروض فيها تفصيل يعني الحته ديت بتاعت الفيو موديل دي، بس خليها بسيطه كده لغايه لما نحسنها مع كتابه الكود ان شاء الله. فقلت له برودكت ليست، خليتها الري ادابتر، والري ادابتر قال لي نوع الري ادابتر، قلت له نوعها يعني الري ادابتر او برودكت اللي انا كونته خلاص. فالبرودكت بقى بكل ايه؟ بكل تفصيله اللي انا عملته. فقال لي خلاص هيمبورت وماشي، مش مشكله. وطبعا عشان تعمل اري ادابتر لازم لها كونتكست، ولازم لها الريسورس اللي هتتربط، ولازم لها كمان الداتا اللي هتربطها. فكل الحاجات دي لازم توصل للكلاس اللي اسمه برودكت ليست عشان يقدر يوصلها للاري ادابتر. فالاري ادابتر عايز ثلاث حاجات لازم البرودكت ليست يوفرها له. قلت له ماشي. اول حاجه في البرودكت ليست، اي حد هيكلم البرودكت ليست لازم يكون معرف الكونتكست، وعباره الكونتكست عباره عن اكتيفيتي هتقومه، ولما تيجي الكونتكست دي هبعتها للاري ادابتر. خلاص هي الكونتكست بتاعي، هي هاخدها من البرودكت اللي هينزل على البرودكت ليست، هيبعت الاكتيفيتي هتقوم رايح على طول للاري ادابتر، تمام؟ برايفت فاريبل ماشي، مش مشكله. والاكتيفيتي عملت كنترول الت انتر عشان يجيبها من اندرويد دوت اب اكتيفيتي. حلو. وهبعتها على طول للاري ادابتر. دي اول ايه؟ اول واحده. تاني واحده في الاري ادابتر هو بيحتاجها اللي هي البرودكت ايتم اللي انا عملته، اللي هو هيبقى المنت موجود في الايه؟ في الليست فيو. فقلت له روح على الار دوت لاي اوت دوت كان اسمها برودكت ايتم، برودكت ايه؟ ايتم من ار دوت لاي اوت دوت برودكت ايتم عشان يلاقيها. هو ايه مش شايفها؟ مش شايف الار ولا مش شايف الاليمنت ايتم اندر؟ طيب ماشي، امسح كده وهات من اندرويد دوت ار دوت لاي اوت دوت ار كده، مش هلاقي غير الحاجات اللي هي الثابته الجاهزه بتاعه الاندرويد ذات نفسه. قلت له لا، نعمل ار واقول له امبورت، انا عايز امبورت الار، فيجيب الار من الايه؟ من البروجكت ذات نفسه. الحاله دي ار دوت لي اوت، ادور بقى ادي برودكت ايتم موجود، برودكت ايتم موجود، تمام، ار دوت اوت دوت برودكت ايه؟ ايتم، تمام، من جوه البروجكت بتاعي. تبقى ليا في الاري ادابتر ان انا ابعت له الفاليوز بقى، الليسته اللي هيعرضها في الايه، في الليسته. قلت له ماشي، انا عموم دي برضه في البرودكت ليست اللي هيكلم البرودكت ليست بعت الليسته بتاعه البرودكتس.
فعملت فاريبل سميته برودكتس، تمام؟ البرودكتس دوت هو ده اللي انا هبعته للاري ادابتر، خلاص؟ ولازم يكون نوعه ايه؟ ليست، تمام؟ عشان يقدر يبقى شايل مجموعه من البرودكتس المختلفه. قلت له هو نوعه ليست، والليست اوف برودكت اللي انت تعرفه في الموديل، يعني ليست كل اليمنت عباره عن برودكت اللي هو الاي دي ومش عارف والديسكربشن وي وي وي، تمام؟ يبقى كده انا عرفت ايه، ياخد الكونتكست ودي اكتيفيتي، وياخد البرودكتس اللي هي ليست اوف برودكتس، والاري ادابتر كده استلم كل اللي هو ايه، كل اللي هو عايزه اللي هي الكونتكست والايتم اللي هيشتغل عليه والبرودكتس الداتا، كده جاهزين ان احنا نبدا نبرمج في البرودكت ليست ازاي يعرض فيه ان شاء الله.